بداية ولكن أقول عندما يحدث حادث حلوان الأخير الذي علق عليه الجميع وكان منعطف خطير جدا أن يتحول هذا الحراك بعدما كانت المعركة والصدام بين الشرطة والجيش والإرهابيين أن يتحول إلى شعبي، لابد أن نقدم التحية لشعب حلوان في هذه المسألة والحي الذي يقيم فيه الكنيسة والمسجد، كذلك نقدم التحية لمسجد المسجد الدسوقي الذي يقيم بجوار هذه الكنيسة، كمان نقدم التحية للناس رواد مسجد الدسوقي الذين استأذنوا فضيلة إمام المسجد أن يصيح أحد الرواد من أجل أن يسلط الضوء على الكنيسة أنها بتهدم أو بتضرب أو في انفجارات حولها، فيتحرك الجميع بإذن من إمام المسجد. إمام المسجد يقدم له التحية، لماذا؟ لأنه خطب الجمعة وتجوز فيها بدل أن تكون في معادها المحدد، يعني اختصرها واختزلها بسرعة علشان الناس تدرك وتحسس في خطبتها. أتمنى أن يتغمده تعظيم غفرانه واسع رحمته. وأشكر مضيفنا الأستاذ عبد الرازق توفيق والقيادات التي أعدت هذا الصالون وأعدت هذه الندوة التي بحق تشير إلى أننا في جريدة الجمهورية. وأشكر الذي جمعنا، هو صاحب هذا الكتاب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي يقاتل بالتوازي مع القوات المسلحة المصرية وشرطتنا الباسلة على جبهة فريدة من نوعها، يقاوم الإرهاب بكل ما يملك من وسائل ناعمة. أعتقد واضح من خلال العنوان نحن فعلا تعمدنا أن يكون العنوان صناعة، لأن الإرهاب فعلا أصبح صناعة ويحتاج فعلا أن يعني توصف يعني هذا يعني الذي ظهر وظهر بصورة كبيرة جدا وأصبح لا دين له ولا وطن له، يعني وهو دائما بلا دين وبلا وطن، يعني بهذه الصورة المستفحلة كيف انتشر هذه الصورة وكيف أثر، ويعني إلى أي مدى نستطيع أن نتخلص من هذه الصناعة بالنظر إلى الأسباب والآليات وحتمية التكاتف المجتمعي والتكاتف الدولي، المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية، الجماعات الإرهابية والمؤسسات الصهيونية العالمية وفي الإخوان الإرهابي. لازم ننزل للمدارس، وأنا بعتبر إن لازم تشكيل مجموعة عمل من السادة المفكرين، السادة اللي هم الدينيين، السادة اللي هم الوزراء أو المحافظين السابقين اللي عندهم حب إن هم يوصلوا لأولادنا، بحيث إن يبقى في كل محافظة مجموعة عمل متفرغة، هذه المجموعة تنزل كل يوم لمدرسة، نتكلم مع الطلبة في الإنجازات اللي بتتم، في مخاطر الإرهاب، مستقبل مصر، الأمل اللي موجود في مصر، لأن هو ده الوعاء اللي أنا خايف منه في كمان 20 سنة.